بقى على أهلي الأقصر وفعاليات كتيرة جدا بتقام هناك لكل الأعضاء، من بطولة للشطرنج لمباريات في تنس الطاولة لغيرها كتير من الأنشطة المختلفة. بالمناسبة كان من ضمنها كمان احتفال مجمع بعيد ميلاد كل الناس اللي كانوا من مواليد شهر فبراير. تعالوا نتعرف أكتر على اللي حصل من خلال هذا التقرير، اتفضل. احنا عندنا أنشطة، أكاديمية كرة قدم وأكاديمية سلة وأكاديمية سباحة وجمباز وكاراتيه. طبعا النادي بدأ الافتتاح، كان بداية النشاط 1/4. في التسعة أشهر دول الحمد لله قدرنا نعمل أنشطة رياضية متنوعة بنلبي حاجة الأعضاء. بالنسبة للأنشطة الترفيهية وفي ثقافية كمان، بنعمل في الأنشطة الترفيهية عيد ميلاد مجمع لمواليد الشهر. يعني مثلا احنا عندنا عيد ميلاد مجمع لمواليد شهر فبراير لأولاد الأعضاء، بنجيب لهم فقرات وبنوزع هدايا للأطفال. المهم الأعضاء الحمد لله بيتبسطوا جدا وهي عاملة رد فعل كويس. ده السادس مرة على التوالي ناجح جدا جدا. في الأنشطة الثقافية بنعمل دورات تثقيفية في جمعية أصدقاء صعيد مصر لمرض السكر، جم عملوا حملة توعية وماراثون، وكان عندنا معرض فني برضو كل الأعضاء بيعرضوا اللوحات بتاعتهم وبنوزع بعض شهادات التقدير وجوائز. في أنشطة مختلفة، في إيفنتات للأطفال، بنعمل نشاط مثلا حاجة زي الزومبا للسيدات. في أنشطة متنوعة، عملنا احتفال في رأس السنة كان جميل جدا، شامل كل أي حاجة ممكن تتعمل في ليلة زي ليلة رأس السنة. هو شرف لي أن أنا أكون موجود هنا والدعوة الكريمة اللي جات لي. بصراحة أول ما دخلت النادي الواحد يعني حس براحة رهيبة قبل المنشآت وأنا داخل بس كده، فكان الجو حلو الحمد لله رب العالمين. في الساعة اللي احنا فيها هناك جو شمس وجميل، نزلت اتمشيت انا وكابتن ياسر. لا بسم الله ما شاء الله، الانشاءات على اعلى مستوى، الدنيا جميله، المساحات حلوه واسعه في كل الصالات اللي دخلتها والمطعم والقعدات اللي موجوده، حاجه فعلا جميله ومتنظمه تنظيم جميل جدا بسم الله ما شاء الله. يعني حاجه تخلي الواحد فخور ان هو اهلاوي. البطولة الحمد لله 400 النهاردة يمكن جاء في حدود تقريبا 20 لاعب بيلعبوا حلو، مبسوطين، الجو أخوي قوي وحاجة جميلة تخلي الواحد فعلا. أنا قاعد بقالي مثلا ساعة ولا ساعة ونص قاعدين مبسوطين ومش متضايقين من حاجة، الناس كلها بتحب بعض وبيلعبوا ومبسوطين ومستمتعين، ويعني البطولة لطيفة وإن شاء الله بإذن الله يكرروها كتير. يعني والكابتن ياسر كان بيقول ان في ناس كتير بتزيد، يعني الاعداد بتزيد يوم عن يوم، فان شاء الله خير ان الرجل تبقى على النادي كتير والناس تزيد. وبصراحه يعني صرح جميل يخلي الواحد والله بجد فخور ان هو في النادي الاهلي، وان في الاقصر في فرع للنادي الاهلي، حاجه جميله بصراحه. يعني انا ما كنتش متخيل ان هو بالجمال ده بصراحه. اولا البطوله بالنسبه لنا النهارده هو تشريفكم وتشريف الكابتن سيد لاشين، وده بامانه يعني نتاج لجهود مستر ياسر واخواننا القائمين هنا على النادي الاهلي بفرع الاقصر. صراحه عملوا يعني طفره رياضيه، والاعضاء في بدايه الامر زي ما حضرتك عارف مدارس، وكان برضو المدينه الطيبه بعيده شويه، لكن بذكاء من مستر ياسر والقائمين على النادي الاهلي هنا استطاعوا فعلا ان يخلوا الاعضاء يعني في حضور دائم ومشاركه دؤوبه هنا، وده برضو يعني يلاقيه نشاط او قبول من اخواننا الاعضاء هنا، عندهم يعني قابليه للاشتراك في كل الانشطه. دكتور مصطفى، دكتور مؤمن، الباشمهندس مكرم، كل اخواننا هنا، وكل ده طبعا يعني منظومه يعني قائم على الاشراف عليها مستر ياسر. فانا من خلالكم يعني حابب اشكر مستر ياسر ومقدرين جهوده والمجهود اللي بيعمله معانا. وجود النادي الاهلي اصلا في الصعيد دي حاجه نقله خطيره لينا، احنا ما كناش نتخيل ان احنا يبقى في نادي اجتماعي عادي. ما بالك بقى النادي الاهلي هنا عشق يعني اكتر من القاهره بكتير جدا، احنا هنا مدمنين النادي الاهلي، فوجود النادي الاهلي نفسه شيء احنا ما كناش متخيلينه. زائد بقى يعني صراحه مجهود الكابتن ياسر معانا، دي البطوله الرابعه على فكره، مش البطوله الاولى في الاقصر، دي البطوله الرابعه، فالموضوع بيبقى من ارقى لارقى خالص. صراحه الكابتن ياسر برده
عامل مجهود رهيب. احنا كناش متخيلين الاقصر هيبقى فيها حاجه زي كده. يعني العطاء خطير والنظام في النادي الاهلي بصراحه يعني ما فيش زيه يعني. فشكرا لكم وشكرا لقناه الاهلي. واحنا اوريدي الصعيد يعني كان محتاج نظره من اي نادي اجتماعي. لما يجي لنا اعلى نادي في افريقيا حاجه احنا ما كناش متخيلينها. فشكرا.